السلام عليكم. لماذا تمارس الضغوط العربية على الفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات التسوية؟ هل ردت تل أبيب على التحرك العربي بمشروع استيطاني جديد في القدس الشرقية؟ ما النتائج التي ستسفر عن حركة الاتصالات في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض مبادرة السلام العربية؟ هل يأتي تحريك عملية السلام بعد إعلان الجانب الأمريكي عن أفكار بإقامة الدولة الفلسطينية في غضون عامين؟ ما الرابط بين تحقيق المصالحة الفلسطينية وتحريك العملية السلمية في المنطقة؟ ضغوط عربية للعودة إلى المفاوضات ورد إسرائيلي بالمزيد من المستوطنات موضوع هذه الحلقة من مع الحدث، حيث نستضيف في الاستوديو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور. نرحب بك أستاذ معن. أهلا وسهلا. من رام الله ينضم إلينا الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي مع الترحيب، ومن بيروت أيضا الخبير في العلاقات السياسية الدولية في الأهرام الدكتور سعيد اللوندي. نرحب به ونرحب بالجميع. قبل البدء بالحوار نتوقف عند الضغوط العربية للعودة إلى المفاوضات ومواقف وزير الخارجية السعودية في مصر. المباحثات مع القيادة المصرية تناولت تحريك عملية السلام والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية. المبادرة العربية حزمة متكاملة لا يمكن تغييرها بأي حال من الأحوال. المبادرة جاهزة للتطبيق وهي قادرة على إنهاء الصراع بين الجانبين. سعود الفيصل في دمشق، اللقاء مع القيادة السورية تناول التحديات التي تواجه المنطقة، تم التطرق إلى قضيتين: الوضع في اليمن والمصالحة الفلسطينية. جرى التأكيد على حرص سوريا والسعودية على سلامة ووحدة أراضي اليمن والضرورة الملحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية. لقاء الملكين السعودي والأردني، البحث تناول جهود الدول العربية لتعزيز العلاقات وحل قضاياها دون تدخل أطراف خارجية. خالد مشعل في الرياض، قطعنا شوطا كبيرا لتحقيق المصالحة الفلسطينية. الدور العربي هو الأساس، عمقنا الأول هو العمق العربي. حماس حريصة على أمن ووحدة أراضي كل دولة عربية، وعلاقتها بإيران تصب في مصلحة القضية الفلسطينية. وزير الخارجية المصرية، مصر تطالب بدولة فلسطينية على مجمل حدود 67، والقدس الشرقية هي عاصمة هذه الدولة. لا أفكار مصرية جديدة، نأمل أن يقتنع الجانب الأمريكي بأفكارنا. الرد الإسرائيلي، بلدية الاحتلال في القدس تصادق على 21 وحدة استيطانية في منطقة جبل الزيتون تمهيدا لتحويلها إلى حي يهودي كامل. السلطة في رام الله، البناء في القدس هو تحد إسرائيلي للمجتمع الدولي وللحراك العربي والدولي الذي يسعى لإنقاذ عملية السلام. طيب أستاذ معن، لأبدأ معك، يعني كنت سأبدأ من الموقف الأخير للسلطة في رام الله والمتعلق بمشروع الاستيطان المتواصل، وهو تحدي إسرائيلي للمجتمع الدولي وللحراك العربي والدولي بما ورد في بيان السلطة. أولا، يعني إذا كان هذا هو المنطق، هذا هو الواقع على الأرض، كيف يمكن أن نبني على هذه الحركة من الاتصالات، هذه الحركة من الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين وعلى بعض الأطراف العربية بغرض تحريك المفاوضات من جديد؟ شوف، أنا من مدرسة فكرية وسياسية. نعم. تعتقد أن السلام مع العدو الصهيوني غير ممكن. فهذا كيان يخشى السلام ويخشى الحرب معا. نعم. وهو يفضل باستمرار أن تبقى المنطقة في دوامة من مفاوضات ومبادرات حتى يستكمل مشروعه التوسعي الاستيطاني لوضع اليد على كامل فلسطين من الناحية العسكرية والفعلية، ولوضع يده على كامل المنطقة. نعم. من النواحي الاستراتيجية. لكن لنفترض جدلا أن هناك مسعى عربي أو فلسطيني من أجل تحريك عملية السلام، فالحد الأدنى المطلوب يتمثل بأمور ثلاث، وهي أولا تضامن عربي متين ينطلق من أن هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة، وينطلق من أن الإدارة الأمريكية حتى لو كانت راغبة فعلا في تحريك عملية السلام، نعم، يجب أن يوجه باتجاهها ضغط عربي قوي في هذا الموضوع. نعم. لأن الضغط الوحيد الذي يمارس اليوم على الإدارة الأمريكية ضغط إسرائيل، هو ضغط إسرائيل. صحيح. ثانيا، مصالحة فلسطينية فلسطينية تعيد تأسيس المشروع الوطني على قاعدة الوحدة وعلى قاعدة المقاومة. ثالثا،
احتضان المقاومة بكل أشكالها في المنطقة، لأن هذا السلاح هو السلاح الأمضى الذي يفهمه العدو. نعم. وحين أتحدث عن المقاومة أتحدث عنها بمستوياتها المختلفة. على كل حال ربما هذا هو التحدي الأساس. يعني هذا التحدي. وهذا تحدي لي. وأعتقد أن على الدول العربية أن تعيد تقييمها، خصوصا التي تضع نفسها في مواقع بعيدة عن المقاومة، أن تعيد قراءتها للمشهد العربي والدولي لتجد أن المقاومة قوة كبيرة في خدمة المنطقة. دكتور لوندي، يعني أنتقل إليك قبل أن أتوجه إلى رام الله وإلى الدكتور البرغوثي وقد انضم إلينا. أولا، هل توافق على تحليل الأستاذ معا بالبنود الثلاث التي وضعها؟ ثم لأعود إلى جولة وزير خارجية السعودية بشكل خاص باعتباره كانت لافتة، عنوان لم الشمل العربي الذي أطلقه من دمشق. أولا، هل تعتقد حوافز هذا اللم قائمة متوافرة؟ وإذا ما ربطنا ما قاله الأستاذ بشور الآن، هل تعتقد هذه العناصر أيضا متوافرة من تضامن عربي إلى موقف عربي تجاه واشنطن؟ وهناك طبعا سيتوجه وفد مصري لواشنطن لإطلاع واشنطن على الرؤية المصرية والاستماع إلى الرؤية الأمريكية، ثم احتضان المقاومة ولعلها هي الأساس. هل هناك توافق على هذا الأساس؟ يعني بشكل عام أتفق مع الأستاذ بشور فيما قال، لكن يعني عندي تحفظ على كلمة الضغط. يعني العلاقات السياسية الدولية لا تعرف ضغوطا إنما تعرف مصالح. وأنا أعتقد أنه من المهم جدا أن نتخلى كما نطلب من الآخرين أن يتخلوا عن خطاب معين، علينا نحن أيضا أن نتخلى عن مثل هذا الخطاب الذي نقوله ربما قبل عقود طويلة عندما أراجع القضية الفلسطينية، ومنذ عقود طويلة وعشرات السنين أجد أننا دائما نأمل بأن تضغط أمريكا على إسرائيل أو تضغط دولة ما على إسرائيل. لا، هذا الضغط تم ولا إسرائيل ارتدعت ولم يمارس حتى هذا الضغط. أنا أعتقد أن النقطة الأساسية التي أشار إليها الأستاذ معن هي بالفعل أن يكون هناك رغبة وإرادة عربية في أن تخلق مصلحة بعينها، أن تلوح للدولة الكبرى أو الدول الأخرى الغربية مثل فرنسا تحديدا التي تتورط أكثر وتنغرس أكثر بوصول ساركوزي في عملية السلام، أو هكذا يبدو لنا، أن نبحث عن دوائر مصالح، أنه إذا لم يتم السير في هذا الاتجاه الذي يحقق السلام المأمول والسلام المفقود للأسف الشديد في منطقة الشرق الأوسط، فإن مصالح بعينها سوف تقطع إلى آخر. أنا أعتقد أن لغة المصلحة هي التي يجب أن نستخدمها، وليس كما يقال الضغط. جيد. ليست لغة الضغوط إنما لغة المصلحة حسب ما ذكرت. اسمح لي أتعرف إلى وجهة نظر دكتور برغوثي الآن وإلى رام الله. دكتور برغوثي، السلام عليكم. طبعاً. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك. يبقى الموضوع الفلسطيني هو الأساس والقاعدة التي تنطلق منها هذه الحركة العربية، عواصم باتجاه عواصم، قيادات تجتمع بقيادات. الملف الأساس هو الملف الفلسطيني. أولا، على مستوى المصالحة الفلسطينية دكتور برغوثي، هل تعتقد هي يمكن أن تساهم إذا ما تحققت في تعجيل العملية التفاوضية، أم هذه مسألة مستقلة؟ يعني حتى لو تصالح الفلسطينيون هذا لا يعني بالضرورة أن نتوصل إلى تحريك عملية السلام في المنطقة. تفضل. شكرا. أولا دعني أعلق قليلا على بعض ما قيل، مع احترامي طبعا لكل وجهات النظر. الحديث أنه لا توجد ضغوط في السياسات الدولية يعني باعتقادي ليس دقيقا. هناك ضغوط، وفي هذه الحالة هناك ضغوط تمارس على العرب وتمارس على الجانب الفلسطيني. ولولا الضغوط التي مورست على الجانب الفلسطيني لما عقد لقاء بين الرئيس أبو مازن ونتنياهو مع أوباما. نحن نعرف أن الضغط جرى لعقد ذلك اللقاء دون وقف الاستيطان، ولولا ذلك لما جرى الضغط على الفلسطينيين وعلى العرب للذهاب إلى أنابوليس. وعندما حذرنا قبل عامين من خطورة ذلك التطور قيل لنا أنكم متشائمون ولا تفهموا لغة المصالح. فماذا نتج عن أنابوليس؟ أنا اليوم أسأل ماذا نتج عن أنابوليس؟ نعم. وأطرح هذا السؤال لأنه للأسف الناس تنسى، ونحن لا نتعلم من التجارب. الذي نتج عن أنابوليس صفر كبير، وكسب للوقت من قبل إسرائيل لكي تستكمل الأنشطة الاستيطانية وتفعل ما تريد حتى انتهاء إدارة بوش. لذلك هناك ضغوط، ولكن الضغوط طبعا تمارس على الطرف الضعيف.